طب اسمع يا مدير اعمال الدجاج، وصلت معي منك لهون، ها عم نبهك، هيدي اخر مره، والا بتشوف شو رح اعمل. شو رح تعملي يعني؟ بدي انتفك انت ودجاجتك تفرجيك كيف بيكون السشوار. اللي بيطلع بايدك يطلع باجري. ليك ولاديك يا ابو ريحه، ما تعمل علي يديك. هيدي اخر مره بشوف دجاج من دجاجتك عندي بالصنو، والا بدي اذبحها وطعميها لك لابس سكك. لك بوجه لك رصاصه بنص عينك، عم لك احط من هون بس تخلص دوانا تبقى بتحكي معها. لعمى شو هيدا؟ انا بفرجيك يا زهره. انا اللي بدي فرجيك، هلا بتشوف شو رح اعمل فيك. عم بقلبك عمي، اذا بعدك مد ايدك علي بدي اخلص عليك. الزمن بيني وبينك يا زهره. لك روح اطلع. انا بفرجيك. وقفي طلتشاتك، اوعى تقربي صوبي احسن ما اقرب صوبي. حل عني يوسف، عف عني بقى، مش ناقصه مشاكل مع مرتك، بكفي. حل عني زيك. طيب السياره ورا لحالك بلان. ولا كلمه، مش طايقتك هلا، ما تحكي معي. مش بس بهجم عليهم، بقتل قتيل كرماله. احترمي حالك هنادي وسكري تمك احسن ما اتطوع انا وسكره. مالي اخر همي، يبهدلك هو احسن ما بهدلك انا. اسمع من هالنقل بدك بالشغله. انا مش بس باخد روحه، بدعس بقلبه. احيد يلا.